الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. في الحلقة القادمة رح أتكلم عن قول يسوع المسيح: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. الله نور، فمن يستطيع أن يقول أنا هو نور العالم؟ ما هو رأيك في شخص يسوع المسيح، في قول يسوع المسيح؟ وهل فعلاً استطاع أن يفتح العيون وأن يفتح القلوب ويفتح الأذهان؟ أنا بدعوك إذا في عندك أي تعليق أو أي سؤال أو أي مداخلة تواصل معنا حتى خلال الحلقة، نذكر تعليقك أو سؤالك حتى نجاوب عليه في الحلقة. الرب يباركك.